وهزيمة تاريخية لمنتخب السعودية، لقن المنتخب الياباني لكرة القدم نظيره السعودي درسا قاسيا وألحق به هزيمة قاسية وهي نتيجة 5-0 أمس. خلوا صقركم عندكم يا جماعة الخير، ولا تطلقونه ولا تودونه بعيد، أخطاءكم تتكرر. على الأسماء منتخب أول، لكن واضح أن هناك خلل إداري وفني، ولا مجيب ولا مستمع إلى أن يأتي آخر المشوار وبعدين تقوم الأصوات. خلكم من أولها وركدونا وخلونا نتابع دورينا، ويلا السلامة بعد من دورينا اللي بدأ على طول بلجان على صور وما صور قبل ما يتأكدون من زين الصورة زينة ولا مو بزينة، حقهم مع العالم. هم الأفضل، هم الأجمل، والمنتخب السعودي لا يستحق أن يصل للتصفيات النهائية. هذا مكانه، نرجع للدوري أحسن. وأيضا لمن يتعصبون لأنديتهم، هنا قفوا واصحوا لواقعكم، أنديتكم ضعيفة ولاعبينكم ضعفاء، وارجعوا وجيبوا لنا لاعبين صغار، أسسوا لاعبين حقيقيين، ولا تكبرون في اللاعبين اللي عندنا، وصلتوهم إلى ما لا يستحقون. احنا للأسف نقول لك بصراحة، احنا نلعب في الإعلام وتركنا الملعب. هذا هو الصح. نقول لك إياه، حتى التطبيل اللي في الاعلام كذا وكذا، وهذا شيء برضه هو اللي زاد الطين بله على ما يقولون، يعني مخلوا اللاعب كانه لا تبذل الجهد، انت تراك نجم، انت كذا انت كذا انت كذا. تحصل الحين في ناس، هذا يدافع عن ذا وهذا يدافع عن هذا، وتركوا اللعب في في سلسله ضياع متواصله في منظومه كره القدم السعوديه، هذه هي الحقيقه. شئنا ام ابينا، لست متشائما ولا من طبعي ان اكون متشائما ابدا والله، متفائل، لكن كل الخطوات على ورق وتصريحات وتويتر، على ارض الواقع ما شفنا شيء، ما شفنا شيء، ما بقول ما راح اشوف شيء، لكن لآل العيد تباع من عصاريها. يا سالم تعرف شو بقول؟ ما عندي الا كلمه واحده، حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل. ابدا العناوين.